لابد للحروب في العالم العربي أن تنتهي وتعود البلاد إلى مرحلة إعادة الإعمار، سواء على الصعيد البنى التحتية والأبنية أو على صعيد الطاقات البشرية. هذا ما يؤمن به القطاع المصرفي العربي، لذلك بدأ في تحضير ورش العمل والمؤتمرات الخاصة بمرحلة إعادة الإعمار، والانطلاقة كما كانت دائما من بيروت. بيروت هي منصة دائمة للعمل العربي المشترك، نتيجة تفكك المنظومة المالية العربية والمنظومة السياسية العربية لقى اتحاد المصارف العربية اللي هو بيجمع كل المصارف العرب أن يكون المبادر إلى البحث منذ الآن بدراسة موضوع إعادة أعمار ما دمرته الحرب في عالمنا العربي. ملف كبير جدا ويقتضي التحضير له منذ اليوم، مفصلي مهم جدا نتيجة توفر القدرات والكفاءات متعددة الأشكال والألوان فيه، نتيجة أيضا حب العرب له وتعاطيهم معه بصورة مريحة وبصورة إيجابية، وثالثا وجود لبنان أيضا جغرافيا على محور النزاع الأكبر اليوم بالعالم العربي اللي هو النزاع حول سوريا. هذا المؤتمر مؤتمر دولي بكل ما في الكلمة من معنى، أولا بفعل المشاركين فيه من مؤسسات دولية وصناديق عربية، وأيضا يلاقي هذا المؤتمر تشجيع من أصحاب القرار السياسي في العالم العربي. بالطبع بالنسبة للمقاولين خلينا نقول أنه في عمل للكل، ليس فقط المقاولين اللبنانيين. ورشة الأعمار ستكون ورشة كبيرة جدا، وبالتالي هي بحاجة إلى كل شركات المقاولات اللي بتعمل بالمنطقة بموضوع إعادة الأعمار، وبالتالي مش عم تجي تتناول ملف من الناحية النظرية، إنما نريد تناول هذا الملف من الناحية العملية، حيث أننا نعتبر أن الجزء الأكبر من تمويل إعادة الأعمار سيكون بالمال العربي وليس بمال الأجنبي. يشار إلى أن الائتمان المقدم من القطاع المصرفي العربي للقطاعين العام والخاص حوالي 77% من إجمالي الناتج المحلي العربي، ما يجعل القطاع المصرفي العربي أحد أهم دعائم النمو الاقتصادي والاجتماعي والبشري في الوطن العربي.